الحمد لله ما فيهاش تاتو. اللي كان فاكرني هعمل تاتو ويكسب الرهان بتاع توتنهام تكسب وارسنال تخسر، ما اناش عامل التاتو. في ليلة فاز بيها ليفربول بنسخة دوري الأبطال عام 2018-2019، فوز بجدارة واستحقاق يخليهم على عرش الكرة الإنجليزية أوروبية. فوز بقاله 14 سنة من 2005 ما وصلش أنفيلد ورجع تاني بيته، وبكده تبقى ليفربول فازت بست بطولات شامبيونز ليج لتكون الأكتر في إنجلترا وتالت العالم بعد ريال مدريد وبعد إيسي ميلان. 13 و7 حلقة هيبقى فيها شماتة ياما، وفيها التيشيرت دي موجودة وفقرة لوحده للراجل اللي بجد فخر العرب واللي رفع راسنا كلنا، ليكون تالت عربي يحصد الجائزة بعد ربح الماجر مع بورتو وأشرف الحكيمي مع ريال مدريد. ولسه جايين، اعمل لايك بس واعمل سبسكرايب انت وندخل على الحلقة وكملها للآخر عشان في جيف اوي جامد جدا لكل عشاق ليفربول. شماتة بقى. جمهور ليفربول النهارده هو الاسعد، هو اللي هو والله جمهور برضو بيشقى. 14 سنه يا جماعه ما كسبوش بطوله، يعني في جيل كامل باللي بيتفرجوا على البرنامج عمرهم ما شموا ريحه بطوله. النهارده الفريق ده في مكان بصراحه يستحقه. لعلمك انا مش من عشاق ليفربول، مش هضحك عليك، لكن النهارده لما تبص على الفريق يجبر اللي بيتفرج ان هو يسقف لهم برافو. طبعا الفريق سنتين ورا بعض في الفاينل، ده مش جاي من فراغ. السنه اللي فاتت شفنا عيوب حصلت في الفاينل اتعوضت على طول بغيابات كسبتهم. النهارده ليفربول اللي عامله موسم هايل في الدوري وطلعت بشكل مستفز جدا لجمهور ليفربول، وشكل طبعا هو عادل لسيتي لكن شكل محبط لليفربول وادائه طول الموسم. فالنهارده ليفربول بتتوج بتاخد جايزه اللي هو لا انت حقك يا معلم انك تبقى البطل النهارده، حق الجمهور ده يفرح شويه، وحق جمهور توتنهام يعرف مكانه كويس. يا ولد اعرف انت مين عايز تكسب بطوله كوكي، استنى انا جاي لك في الكلام. عايز انا اتسفلت من هنا وانت تكسب ليه؟ هزق والله العظيم كنت ممكن اقفل فيها ارزع دي. اصل اطلع اقول ايه تاني؟ خلاص يعني كده قفلنا فقرات كتيره جدا. ندي بقى واحد واحد حقه. لو بنتكلم كده من الاول، النهارده رجل المباراه هو اليسون في مباراه لو تسالنا انا هي من الاسوأ مباريات اللي انا شفتها على مدار حياتي في دوري الابطال نهائي. لكن احنا بنتكلم كليفربول بقى كبطوله كامله وكاداء النهارده برضو، يعني شغالين وقفوا النهارده وهنتكلم على كلوب هم ليه عاملين كده. بس اليسون هو شايل الفريق النهارده. كاريوس فضيحه السنه اللي فاتت بيلبس او بيشيل 50 60 70% من خساره ليفربول السنه اللي فاتت. النهارده الراجل اليسون حلال، هذه فلوس حلال. راجل بيشيل كور جبار وما بيطلعش اللي هي الطريه دي اللي تترد بريفليكس، بيطلع صح جون، بيمسك الكره اللي تتمسك والكره اللي تترد بعيد جون. عايز تبقى جون اتفرج على اليسون واكتب وراه. بنتكلم على افضل باك رايت وافضل باك ليفت في العالم، وانتوا لو مش مصدقيني شوفوا الفيديو بتاعي بتاع احسن فريق. انا كنت يعني دي فيها شفافيه جامده قوي. فانا النهارده بقول لك بياكدوا كلامي، روبرتسون وارنولد بسم الله ما شاء الله دول عمدان ليفربول السنه الجايه. القائد بقى اللي هو ايه ماسكهم كلهم كده وواقف ايه من فوق بقى، ده جريت كينج فان دايخ. النهارده الراجل ده جه بس متاخر السنه اللي فاتت في ليفربول وداهم فاينل. النهارده وداهم فاينل وكسب البطوله. قلنا بقى كتير على فان دايك مش هنتكلم، والنهارده الراجل بيكمل. سون ده كان بيفلت بكور، الراجل ماسكه، الراجل صعب جدا جدا تعدي. كل ما اتفرج عليه قاعد اقول ايه ده، ما شفتش انا مدافعين كده من زمان. مش هنبالغ لما نقول اداؤه قريب من مالديني فيرديناند، الناس اللي هي يا ساتر يوم لما تلعب الفرقه اللي فيها المدافع ده، مش حاجه سهله انك تعدي. المهاجمين بقوا يخافوا يروحوا له، زي في كده مهاجمين المدافعين اول ما يشوفوهم يقلقوا، ده مدافع اول ما اشوفه انا اقلق. ماتب النهارده الراجل الله ينور والله العظيم شغال جدا جنب فان دايك وبيطلع، وعلى فكره اداؤه من قبل الماتش ده من برشلونه شغال. فان دايك كده كده بيتقل اللي جنبه، لكن النهارده ماتب يشكر الراجل. طبعا هو افضل واحد يلعب بجنبه نص الملعب. الراجل هندرسون يعني بقى يعني كابتن بعد جيرارد، الراجل النهارده هو بيتوج باول بطوله بقى وهو قائد، يعني عدى معاهم هندرسون ده، يعني عارف اللي هو ايه، اب جميل وروح وعلامه معانا لطيفه. وكان الحقيقه يعني حق ربنا لما بيلعب ساعات بيلعب، يعني ساعات بيقع
يضاف اداء قائد بتاع كابتن تكتيكي كويس يبصيلك كام كوره، لكن هو ما هوش الاعظم لكن دخل التاريخ. الراجل بيحب ليفربول، نتفق على دي، فدي ميزه ليه وخلاص. بنتكلم على الصفقات، يجي برده الراجل اللي اشتراه كلوب فابينو. حلال، كل ما اللي متدفع في النادي ده تحسه حلال. الراجل شغال النهارده، ما كانش مبين اداءه قوي طول الموسم وكان فيه كلام وبتاع، لما تقل فابينو وبان بقى على حقيقته ظبط النهارده نص ملعب خالص ليفربول. ادى الشكل الديفنسيف ميدفيلدر المحترم اللي ليفربول كانت مفتقداه بقالها سنين. ما حسناش بغياب كيتا بسبب فابينو النهارده. فينالدام الراجل اللي برضه ابتدى يفوق تدريجيا مع الموسم، ابتدى نشوف فينالدام بتاع نيوكاسل الحريف اللي بيلعب. ما اداش النهارده اداء اسطوري، لكن فينالدام برشلونه ايه، عنصر اساسي من اساسيات ليفربول. ليفربول ميزتها زي ما بقول لك كده، كل واحد ليه بصمه. الراجل اوريجي ده نجم المباريات كلها، ان يعني بينزل سبحان شط 3 كور بس في الشامبيونز ليج، جاب 3 جوان كسبوا ليفربول البطوله. كل واحد عمل حاجه، ما حدش طلع بالليله لوحده، كل واحد كان عمود. الثلاثي ماني النهارده مقدم موسم ولا اروعه مع ليفربول، حدش يزعل، ده افضل لاعب في ليفربول السنه دي. خلينا نتفق على دي ونحطها. النهارده الراجل فايق، النهارده الراجل ده معوض غياب ال 10 جوان ال 15 جون الزياده اللي صلاح كان بيجيبهم، قسموها عليهم هم الاثنين. الراجل كان ظاهر في ماتشات صعبه جدا محدش فكها غير ماني، عشان كده تلاقي على طول ان زين الدين زيدان بيتكلم على راجل زي ماني، هو شهبل، شايف فيه موهبه جباره. فيرمينو النهارده، فيرمينو طبعا هو يعني اقلهم، الراجل رجع من اصابه طبعا، وانا كنت بفضل اصلا ان نلاقي اوريجي، لان هو يا الراجل ماشيه معايا يا عم، وكل العالم عارف ان اوريجي بينزل في البطوله دي شغال الله ينور، بتنزله بيجيب، فليه يعني؟ والراجل نزله سبحان الله جده النهارده، نزله تك خلص. اوريجي هو اللي هيتحط في البوسترات في يوم من الايام، والاجيال هتقول اوريجي ده كان لاعب عظيم يا بابا، نقول له اوريجي ما شفتش اوريجي. طبعا كل الكلام ده هي كتب يعني، عارف بتمشي كده مع الناس، اوريجي بقى فاينل وبتاع ماشي. هنشوف اوريجي ده مصيره ايه مع ليفربول، هل هيبقى فعلا ستوريج بقى؟ والواد صغير، فالواد كويس وانا شايفه لعيب، بس هل بقى الكارير بتاعه هيروح فين؟ ده هنعرفه. نيجي بقى لمحمد صلاح. اهو 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 فخر العرب النهارده يا جماعه، بدون تطبيل ولا اي كلام، النهارده الراجل ده بيسكت كل الكلام. الراجل راح وكل سنه بيحط تارجت اعلى. تكلمني بقى في ان صلاح السنه اللي فاتت احسن، اقول لك اكيد ده شيء واضح، لكن صلاح هو قلب مستوى؟ لا، هو قدم موسم بيسموه بره فينومينال، حاجه اسطوريه. السنه دي الراجل جايب 22 جون في الدوري بس، الراجل موجود بقوه في الشامبيونز ليج من اول دور المجموعات. فريق ليفربول فريق ما بيغيرش اللعيبه دي، صلاح بيلعب كل الماتشات. راجل صلاح السنه اللي فاتت اللي شفناه في لقطه الموسم ولقطه كل جميع الاخبار والبلاد العربيه والدنيا اتقلبت لما صلاح دخل الفاينل واتكسر وحصل اللقطه الماساويه اللي كلنا شفناها وكاس العالم والهيصه. النهارده صلاح بيرجع 26 ثانيه ضربه جزاء، صلاح وقعد الكره تحت باطه وراح يجيب جول. نتكلم على ضربه الجزاء يعني سريعا كده، انا ما عجبتنيش، نفس كونغو هي بتيجي يعني تمام، انا هسكت خالص، بس انا شايف لو ضاعت هتبقى مشكله يعني. الكره ما بتروحش يا جماعه، ضربه جزاء اللي هي ما بتضيعش دي عارفينها بتاعت اللي هي عارفين دي ما مش هتتصد، دي تتصد، دي لو في بعض من الحظ ربنا يسترها طبعا على صلاح، يا رب يكرمه، ده كرم يا رب، هي بتيجي. بس هل هو الافضل؟ ما اظنش. الراجل النهارده يا جماعه بيتكلم يعني مش مصدق نفسه، الراجل بعد حتى لما الكره طلعت قبل ما الحكم يصفر بيجري صلاح كده بيبص والله العظيم في السقف مش مصدق. الراجل عمل حلمه يعني، الراجل يعني زينا كده كلنا كاطفال بنلعب بلاي ستيشن، اكيد جاي في مخك ايه ده ممكن اكسب البطوله دي، هو راح وكسبها يعني، انت فاهم هو فين واحنا فين. انجاز هيفضل في التاريخ مدى يعني، هو ده حاجات زي الفراعنه دلوقتي في تاريخ مصر. مجدي عبد الغني جاب جون في كاس العالم، الدنيا مقلوبه لحد دلوقتي، ما بالك النهارده بالراجل اللي بيجيب جون في نهائي دوري الابطال اللي بيتفرج عليه حوالي 100 مليون مشاهد حوالين العالم، بطوله بيتفرج عليها مليار مشاهد، النهارده الراجل برده باعصاب داخل يشوط ضربه جزاء وبيحتفل احتفال غريب بقى، كل صلاح ماتش بيعمل ليه احتفال يعني، جامد جدا الراجل كده ومره كده هيتشقلب المره الجايه، هيبتدي بقى يعمل
هنشوف مستنيين صلاح السنه الجايه يعمل لنا ايه. النهارده صلاح بيتطور في كل حاجه في كلامه. الراجل بيساله بعد الماتش ايه رايك، ما كنتش مثلا خايف تشوط ضربه الجزاء في بطوله زي دي وبطوله لليفربول زي دي؟ قال له والله يعني كانت صعبه زي ما انا شوت بتاعت مصر، اكيد كانت صعبه زيها، بس خلاص الواحد بقى متعود. يا جامد. النهارده بيسالوا صلاح برضو قبل الماتش، كان في انترفيو غريب جدا اللي ما شفتوش، بيقولوا له بيسالوه على هاري كين، قال لهم هاري كين لعيب عظيم ولعيب جامد طبعا فور ذا انجلش فوتبول، للكره الانجليزيه، ولعيب حتى تقيل في الدوري، بس ده قبل ما ناجي. وضحك قوي قال لهم انا بهزر وبتاع. يا شاي ما كنتش بتهزر انت من ساعه لما جيت وبقيت اللي بتكسب البطوله. عادي يا عم، قولها بقلب ميت. النهارده الراجل فين هاري، فين هاري فرخه؟ انت ابو صلاح شايل البطوله في الاخر. الشماته قلت لكم لسه هنيجي لتوتنهام. اكاونت برشلونه بتاع تويتر النهارده منزل صوره اللي هو تكريم لليفربول، بيقول لهم برافو كونجراتشيليشن وبتاع، منزل صوره ميسي وهو بيسلم على صلاح. عايز حاجه عم ماني؟ عايز حاجه؟ ابننا يعرفوه هم ما يعرفوش. النهارده الراجل شفناه برده في الانترفيو بيخلص وقال لك فين ابو تريكه، ابو تريكه فين؟ الراجل اللي ابو تريكه ليه فضل كبير قوي صلاح اخلاقيا واللي هو مكمل فيه ده بسبب ابو تريكه. وصلاح اللي بيقول ده مش انا اللي بقول لك يعني عشان ما تقول لي لا، ده صلاح هو اللي بيقول. النهارده الاستوديو بي ان على فكره كان استوديو حلو جدا، يعني واحد يقول برضو اللي ليه واللي عليه. استوديو النهارده في ناس تقيله قوي، في مورينيو وفينجر قاعدين جنب بعض بعد اخر صراعات، بس الدنيا طبعا اتحسنت بعد ما الراجل اعتزل وقال عليه كلام حلو وده، فالدنيا كانت هديت. لكن النهارده قاعدين جنب بعض في كادر واحد، برافو بي ان. فلوس يا باشا شغاله، اصرف هات اشتغل صح. الناحيه الثانيه في طارق الجلاهمه وابو تريك، كل ده بيقيدهم هشام الخلصي، حاجه جميله جدا. بس الاهم ان صلاح لما سال على ابو تريكه في وسط الناس دي كلها، مورينيو اتخض بص له قال له لو واو يعني يا ولا ايه ده انت ما سالش عليا انا مدربه واللي جبته وسال عليك انت؟ بص له والله اللي هو قعدوا يضحكوا مع بعض لحد ما مشي، وكان عمال يجوز يقول له شفت ابو تريكه، ده ابو تريكه انا، انت ما تعرفش انا بمشي في مصر ايه اللي يحصل. فينجر النهارده برده اتس فيري نايس تو نو ذات ابو تريكه اند صلاح فريندز، برده بتقلي دم امه، ده موجود برده بساساسكي يا ساتر يا رب. كان بيعلق بقى مش عارف بيجيبوه ليه، يعلق على يعني ما راحش اهو، ما عرفش ايه اللي حصل، بيجيبوه المهم يقعد يقول لك اتس تو هارد وبتاع. يا سيدي هم ها مش هارد عليهم، عندهم طموح. ما علينا ما علينا، خلينا نرجع لموضوعنا. نيجي بقى عند الراجل الاهم النهارده، الراجل يورجن كلوب. يورجن كلوب المنحوس، يورجن كلوب اللي لو كان خسر النهارده كان ممكن يجيله شلل مثلا في ايده وهو بيتفرج، كان لازم يعتذر، كان لازم يقول خلاص شكرا، مش هيجي لي اسهل من توتنهام، تامن اسهل فريق في الثمانيه اللي كانوا بيلعبوا. اياكس اللي كانت رايحه دي كانت اصعب، بس توتنهام. الراجل مع دورتموند يعني عصر الليمونه على اخره، ما عرفش يكسب فاينل، خلاص وصل الفاينل وقف. كسب دوري ماشي، يكسب كاس، لكن دوري ابطال صعب. النهارده في الدوري عصر برضو 97 نقطة، مفيش دوري لا مش هتقدر، منحوس. النهارده الراجل اخيرا بيعملها، الدنيا ضحكت لك يا عم كلوب ولسه ما ضحكتش الارسنال، ما تفهمش ليه، بس يعني مش عايز اتكلم في الموضوع ده. قال لك فقر يا باشا في صورة حزلقوم دي، يعني فقر يا باشا ده ما علينا ما علينا، خلينا ننبسط. النهارده يورجن كلوب مستحق، النهارده دوري الابطال الراجل ده لازم يتصور بيه، الراجل لازم كان يبقى ليه صوره مع هذا الكاس، كل صوره وهو باص الناحيه الثانيه مع اللي هو بيبص له كده، حرام. الراجل مش كده، عمل فريق النهارده عنده اساس، فريق بسم الله ما شاء الله، جمهور ليفربول انا بحسدكم. من اصعب مواقف حياتي اللي مرت عليا يوم لما كلوب مشي من دورتموند وارسن فينجر كان بيخري معانا، وكان في كلام ان هو ماشي وكان في حملات طيارات وبتاع، ما خلاص بقى يمشي بقى كلوب اهو هاتو كلوب، وراح ليفربول. انا اتصدمت، انا عارف ان هو هيعمل كده مع ليفربول. النهارده بعد 4 سنين او 3 سنين ونص الراجل ده نفذ المشروع بتاعه، جاب دوري ابطال، وصل السنه اللي فاتت وخرج بظروف. النهارده الراجل ده فك العقده، والعقده دي بقى كانت باينه جدا على اداء فريقه. النهارده ليفربول قال لك فكك بقى من الجو بتاع هاجم وافتح وندي بقى انطلاقات صلاح ونروح، باشا ارجع ورا ارجع ورا.
يورجن كلوب جاله هديه من السماء 26 ثانيه بنالتي. النهارده سيسوكو بسم الله ما شاء الله، لو خدتوا بالكم نازل الستوري كان عامل كده في التمرين، منزل بيتمرن عليها من امبارح. برده النهارده اهي عملها الماتش، لبس بنالتي في 26 ثانيه. الله اكبر صلاح 26 ثانيه، والراجل يدخل النهارده الكلوب بقى يلا يا عم بقى. كلوب واقف اللي هو لا جت بدري قوي، انا عارف يعني ما دام جت بدري كده خلاص، ما هي خلاص. تحس كلوب كان واقف كل شويه اللي هو مش مطمن، انا مستني اللي هي القلبه بقى اللي هو ايه لما نشوف السيناريو هيمشي ازاي. والبطوله اصلا يعني قمه الريمونتادات في كل الادوار، اغرب بطوله شفتها كلها حوارات، فما يعني مش متوقع خالص ان توتنهام ما تجيبش ده. هي ابتدت اصلا ب 26 ثانيه، فما بالك بقى الماتش هيحصل فيه ايه. ليفربول لابسين زي كلوب، احنا لا عقده وبتاع، الراجل ده عايزين نجيب له بطوله. جون صلاح النهارده هو تاني اسرع جون في نهائيات دوري الابطال بعد مالديني في ليفربول 3-3 المعجزه برضه. نيجي بقى لكوكي، كنت هتشمت فيا شماته انت يا كم واحد بيتفرجوا بالجمهور كده، كان في كم واحد ما كانوا عايزين يشمتوا، انسى. طيب خلينا بقى نتكلم بجد، الفريق ده وصل لايه؟ لا يعني سيبكوا بقى من الهزار كله، النهارده نادي بصراحه برافو، يعني يشكر جدا جدا جدا، ومفيش حد من جمهور توتنهام ممكن اصلا يكون متضايق من توتنهام او مستني حاجه اكتر من كده. نفسهم في بطوله، لكن حتى النهارده اللعب توتنهام كانت ماسكه الماتش، توتنهام افضل من ليفربول بكتير، ليفربول تكتيكيا افضل، كانت مستنيه وكانت بتلعب وتحقق ده بكلوب، هو مشيت معاه الراجل بوتشيتينيو جاب برضو اخر توتنهام، عشان كده انا بالنسبه لي مفروض يمشي خلاص. هو الراجل حتى قبل الماتش اتكلم ان هو لو فاز حتى ممكن يمشي، فما بالك لو ما فاز، فاتوقع ان هو مفروض بقى يروح نادي يبقى نقل الكارير بتاعه لحته تانيه. خلاص جاب هو كده كسب اصلا توتنهام بطوله، اللي هو عمله بالاستاد بعدم الصفقات، بان هو يبقى موجود ما بينهم بقى فريق معتاد ان هو يدخل دوري الابطال، فريق كبير خلاص. توتنهام بجد عمل لهم اسم، يا ريت بقى ما يغلطش غلطه ارسن فينجر. ارسن فينجر عمل اللي عمله بوتشيتينيو ده بس ببطولات، جاب لنا بطوله وراح برده فاينل وما كسبوش، كانت نفس السويتش ده وراحين ملعب جديد وما معناش فلوس وبنلعب بشماخ وهيصه، يعني حالتين قريبين من بعض. امشي بقى، روح الحق بقى، والحق وخلي النادي يلحق، لان ممكن برده تخش في كبوت احنا اخرنا ده. فمصلحه والله انا عارف انك مش هتاخد مني مصلحة، بس يعني اسمع مني، انت تغير وهو غير، الفريقين كسبانين. لكن لو قعد هنشوف برضو توتنهام خطير السنة الجاية، لكن ما نعرفش ممكن يوصل ليه. توتنهام حط النهاردة بادجت 150 مليون، بوتشيتينيو هيصرف 40 في 30، مش هيجيبوا يعني نجم واحد يخلص الفلوس دي، فهتلاقي صفقات جيدة ممكن يستغلها صح، يبيع اريكسون يخش فلوس تاني، يعني هتلاقيهم موجودين. النهاردة للأسف اضطر اقول لك انك لا، موسم جيد جدا وموسم روعة لتوتنهام، يعني ممكن تعملوه سيديهات وتبعوا، لان ايه هو ده الانجاز، مش بتريق بس موسم جيد جدا ليكم. شفنا اقوى شفنا شفنا اقوى هجمه مرتده في تاريخ الشامبيونز ليج، مش هجيب لكم الصوره عشان في رمضان ولا تشوفها بكره تلبسني وتقول لي وبتاع، ماليش دعوه ولا اقول لك، بس انا عارف الاكونت بتاع البيت اللي نزلت الملعب، بس برضه مش هقوله لك عشان ايه، ممكن بعد العيد نعمل حلقه ونقول بقى من هي، على العموم هتلاقيه في كل حته. انا بس بقول لك البيت قبل الماتش تقريبا كان عندها 20,000 واحد، في الاكسترا تايم بنبص بقى عندها 300,000، في الدقيقه 60 والله العظيم 500,000، انا بتوقع دلوقتي بالميت مليون. تسالني طيب البت دي استفادت ايه؟ لا استفادت بتفرج بقى على الاعلانات، البت دي بقت كيم كارداشيان، واللي ما يعرفش دي صاحبه الواد اللي نزل في نهائي كاس العالم اللي برضه اتقفش ده، وكان انفلونسر والحاجات اللطيفه دي واتقفش، فهم كده يعني كابل مجنون خالص، وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس والدنيا. اتفرج عليهم، اتفرج عليهم واتفرج على التطور اللي بيحصل بعد ما حد بيعمل كده. انا مش بقول لك انزل، لكن بص كاس افريقيا اهو هنا قبل ما توصل على راسك، اوعى. انا بقول لك اهو اوعى تسمع الكلام ده، ده هزار طبعا. انت شوف بقى دي كانت لابسه برضه بتاعه وعدوه، انت هيقلعوك البتاع، فبلاش طبعا، قصه صغيره وعدت. ها
شفنا إفرا بعد الماتش طبعا قال لك اول مره إفرا بيغير مبدأه وقال لك اي دونت لاف ذيس جيم. الراجل طبعا مانشستراوي اصيل قال لك ده يوم اسود يعني. الراجل هو مشارك في تشامبيونز ليج مع يونايتد وكان مقربهم يعني بيحاول الراجل. الله اعلم سير اليكس فين دلوقتي يعني في العنايه المركزه، ربنا يشفيه طبعا اكيد برضه هو في حاله لا يرثى لها. جمهور يونايتد كله انا النهارده كنت قاعد في مدعكه ما حدش فاهم حاجه، عارف لو انت تشو يونايتد فايت ليفربول يقول لك لا وانا اوريكم. تعال خش احمد كمال مثلا الراجل ده كان عدو مش قال لك لا انا شجع بيشجع يا جماعه توتنهام. توتنهام يا 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 رخيص. مبروك ابو صلاح، اتمنى من الاداره تكون بصت على الماتش ده. ليفربول كسب الشامبيونز ليج، صرفوا جابوا جابوا. ايه رايك في اللي حصل ده؟ كسان طيبين خد ما يعني الراجل الاصيل يا جماعه اللي ظهر في حاله الزمالك احمد يوسف جو. الراجل ده زملكاوي ليفربولاوي. ازيك احمد يا كمال؟ ها باي باي. خلاص هيتحرق هيتحرق. ما بيستحملش الكلام ده الراجل ده، مش بيهزر ما بيعرفش. ايه رايك في وشي عليكم؟ ده جميل. انا هاجي زمالك وليفربول اول ماتش يتفرج معايا الراجل النهارده بيشجعهم اللي لعبتك يا معلم. هسه ولا احمد يا كمال الراجل المانشستراوي. بص بص الاخلاق يا اخي والله العظيم يا اخي اهو اهو شوف اخلاقه متبين. تعال الراجل ده مانشستراوي بس عادي كان بيشجع ابو صلاح. لا بص اقول لك على حاجه بسيطه، انت زايد بت انا مش متعصب والله مش متعصب، بس انا عايز حاجه واحده بس زي ما احمد كمال قال اداره مانشستر يونايتد على بس على بس يا عم خلاص. لا لا انا بقول طيب وبتاع بس اللي بتقوله ده. تبص على الراجل ارنولد روبرتسون جوميز لما نزل كل اللعيبه لا لعيبه يعني شغل عالي فاهم. انت انبسطت وانا انبسطت انا انبسطت، بس احنا اصلا بنلعب بفرقه 57 فوق ال 59 سنه. بس انت سيبك من كده، انا بنلعب باك يمين اشلي يا عم اشلي ده مش ماتش يونايتد يا جدعان ما تبوظوش الحياه. بص كده على ليفربول كمشروع، كانوا هم عملوا مشروع السنه اللي فاتت طلعوا ثالث ولا طلعوا رابع وبعدها ثاني وبعدها خدوا تشامبيونز ليج وراحوا فاينل مرتين ورا بعض. ايوه يا باشا صعب تاخد اليوروبا ليج السنه الجايه. انا عايز استنى انا عارف مش انا مش قاعد حياتي كلها في اليوروبا ليج. لا انت قاعد، ما احنا قاعدين في اليوروبا. لا قاعدين انا انتوا سريع. لا احنا قاعدين في اليوروبا. انتوا ارسنال سريع. لا وانتوا صايع. انت صايع انت معايا. انا عندي سؤال دلوقتي، الراجل ده موقفه واضح كان بيشجع ليفربول، والراجل احمد كمان موقفه واضح ما بيشجعش ليفربول. لا انت كنت بتشجع ليفربول. هقول لك حاجه، انا ما كانش فارق معايا يعني اكيد كنت عايز صلاح يعمل اي حاجه، ولو ليفربول كسب ما عنديش مشكله يعني. احنا كده اصلا ثلاثه وهم خمسه فبقى ثلاثه وسته مش فارقه يعني. الراجل ده موقفه ايه؟ تعالى يا عم الحاج، الراجل ده جايب اصلا تيشيرت معاه، هي التيشيرت دي بتاعته يعني جايبها. لا 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 احمد كده بتسلمني احمد. لا سلمان يونايتد مش بتاعتي ما اعرفهاش. جايبها وقال لي اهي وبتاع. لا 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 مش انا بس مش قادر البسها. شفت اللي حصل في ليفربول؟ بص انا يعني عزائي الوحيد نخلص بقى من الاسطوانه بتاع صلاح يرفع الكاس. رفع الكاس رفع يا ريزين ليفربول بقى ده خالص. ليه يا عم انا تعبت؟ ما يرفع الكاس تاني. لا 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 حلوه يرفع الكاس تاني. حتى تاني كنا بنتكلم ليفربول. امال ما في ليفربول يا عم عايزين ناخده يا عم. الله كفايه ليفربول يا عم لسه بتتكلم ليه عايزين ناخده. والله هفرح له والله. خلاص خلاص يا جدعان صلوا على النبي. سلام سلام عليكم. تخيلوا بقى في الماتش كان ايه الدنيا كانت عامله ازاي. ده كده ايه يا عم خلاص خلصنا. اقول لك على حاجه، قول لي على حاجه اقول لي بقى ماشي. بس في جمله استفزتني. ايوه قال لك عايزين ناخد البريمير ليج. ايوه بعد ما اخر مره كان عايز ياخد فيها البريمير ليج لما جرد وقع على وشه يا عم. ما هم كانوا قريبين يا عم ده فجاه بقى عايز ياخد البريمير ليج ومحدش بيسمع لهم. حس في النهايه كان موسم بصراحه ولا اروع من دوري الابطال بصراحه. النسخه دي زي ما قلت لكم قبل كده بالنسبه لي هي من افضل النسخ لو ما كانتش الافضل. موسم انا يعني تخيلوا بقى موسم ما كانش فيه ارسنال وبقول لك ده الافضل. بطوله فيها كميه ريمونتادات زي ما قلنا وروح وراجع وفرق زي ايكس بتشوفها بتقدم لنا موسم خيالي. البطل بيطلع في دور ال 16. برشلونه بعد ما كانت بتفتك الناس ليفربول حولت هيصة لحد اخر الفرقتين نفسهم. الفرقتين دول اللي واصلين فاينل حضرتك. ليفربول هو الوصيف السنه اللي فاتت، لكن الفرقتين كانوا بيعانوا اصلا انهم يطلعوا من المجموعه. ليفربول بالعافيه من اخر ماتش مع نابولي، وتوتنهام في اخر ماتش بالعافيه لما انتر قدمت لها اصلا التاهل لما تعادلت. وبالمناسبه الحلوه دي وبمناسبه جمهور ليفربول اللي كسب البطوله في الاخر هيبقى عندنا جيف اواي زي ما قلت لكم خطير. اوبا بص يا معلم المخده الجامده جدا من شنشله
مخده ليفربول الصايعه جدا زي بتاعتي بتاعت ارسنال هنديها لرزيع اصيل، بس يعني لازم يكون ليفربولاوي. النهارده يومك، النهارده تستحق تاخد جايزه مننا. وعشان تكسب المخده دي وتقول لنا انت ليفربولاوي ازاي، هتخش على شنشله في الانستجرام بتاعهم وتكتب على الصوره اللي فيها مخده ليفربول ارزع وتعمل تاج لارزع، وتخش على الفيسبوك وتخش على بوست بتاع الحلقه وتكون عامل لها شير ولايك ومظبط الدنيا. رزيع اصيل. مبروك لجماهير ليفربول ومبروك لجماهير توتنهام، معلش وهارد لك يا جماعه، مبروك. والله حزين ان دي اخر حلقه خلاص من رزع دوري الابطال، اكتر فقره هفتقدها في ارزع. بحب اخر الحلقات دي والناس كلها بتحب اكتر حلقات تجيب فيوز. نمسي بقى على الحلقه دي باللايك والشير لو عجبتكم، واستنونا في السنه الجايه وان شاء الله نشوف دوري ابطال اقوى بكتير. واكتبوا لنا في الكومنتات مين ممكن يكسبها السنه الجايه، توقع بدري كده. مش ارسنال يا خفيف، لا يونايتد يا خفه. طارق عليا وهو يعني مش عارف ايه الثقه دي، زي سعد عبد الحفيظ الثقه دي جايبها منين؟ اشوفكم في الموسم الجاي لدوري الابطال، وكفايه رزع قوي لحد كده.